ينطلق اول الاشواط مشاهدينا الكرام مستمعينا في كل مكان، ترحيبنا بكل الاخوة الحاضرين على ارضية هذا الميدان ومحبي وعشاق سن الصغار، كذلك ترحيبنا بكل المتابعين الذين يتابعون امام شاشة دبي ريسينغ، وهذا النقل الحي والمباشر من قلب الحدث من ميدان المرموم من صحراء دبي. اتابع المقدمة اسير الى اول الاشواط الخاصة بالامكار المفتوحة، حيث ننتقل مباشرة الى المقدمة والى شعار بالعود الرميثي، حيث تتقدم صبا عبد الله بن احمد بالعود الرميثي يتقدم ويسيطر على ناموس هذا الشوط. جود تحتل المركز الثاني للشيخ احمد بن عبد الله بالركاض العامري، يقدم لنا جود في هذه المشاركه التي من خلالها ستجود جود بمنافساتها الشيقه. المركز الثاني وصلت نغم صلاح بن احمد بن غريب حيث يتواجد هنا في هذه الانطلاقه. المركز الرابع الان وصلت وتقدمت كتايب علي بن راشد بن مسلم العمري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس وصول من قبل الوسمية حمدان بن محمد بن خليفة العميمي قادم في المشاركة من الجانب الآخر. هنا تقدم واحتلال من تواجد العبور غاسي بن سالم المشايخي يقدم العبور. المركز السابع الآن وصلت إثارة راشد بن خميس العمري صاحبة إنجاز في أرضية هذا الميدان. المركز الثامن وصول آخر، بينما المركز التاسع يأتي شعار بالسالومي حمد بن محمد بالسالومي الدرعي مقدما عرايف في المركز الثامن. المركز التاسع هذه اللي تقدمت ووصلت الظبي راشد بن ناصر بن فايل الزرعي. والمركز العاشر شعار دكتور الأصايل على المركز العاشر سلمان بن علي بن رشيد الأكتبي. هكذا هي النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقة هذا الشوط. أعود إلى بالعود ولا زالت على القائمة، لا زالت على القمة هذه صبا في سن الشباب في سن الصبا. أهالي السمحة على المقدمة والمركز الأول عبد الله بن أحمد بالعود الرميثي، بينما جود تتواجد على المركز الثاني للشيخ أحمد بن عبد الله بالركاض العامري. وصول من شعار العميمي حيث تصل الوسمية، أهل المسعودي قادمين مع الوسمية في هذه اللحظات. حمدان بن محمد بن خليفة العميمي، ولكن شوف بن فايل يقدم الظبي، راشد بن ناصر بن فايل الزرعي يقدم الظبي. هكذا هي الرباعية، هكذا الرباعية في اللقاء الأول في تحديات هذا الصباح. عودة إلى جود حيث تغير الكل المواقع إلى المركز الأول إلى ناموس هذا الشوط. جود على المقدمة للشيخ أحمد بن عبد الله بالركاض العامري، هو المسيطر هو المتقدم. أهل المسعودي قادمين مع الوسمية حمدان بن محمد بن خليفة العميمي إلى المركز الثاني، بن فايل في المركز الثالث، بالعود في المركز الرابع، بالسالومي يقدم عرايف على المركز الخامس في هذه اللحظة. ولكن جود بدون يتوامر الشيخ أحمد بن عبد الله بالركاض العامري لازال متقدم، ولكن الوسمية الله يا العميمي الله. هذه مشاهدين الأعزاء الوسمية انتقلت مباشرة إلى المراكز الأولية. تعود جود لكن الوسمية طارت بالناموس، بناموس هذا الشوط. هذه الوسمية أمامكم لحمدان بن خليفة بن محمد بن خليفة العميمي. سلام عيناوي سلام لأهل المسعودي على هذا الفوز والانتصار. جود في المركز الثاني للشيخ احمد بن عبد الله بالركاض العامري، عرايف في المركز الثالث حمد بن محمد بالسالومي، انجاز في المركز الرابع لسلمان بن علي بن رشيد الاكتبي، وكتايب خامسا لعلي بن مسلم العمري محتلا المركز الخامس. هكذا
كانت النتيجة مشاهدين الأعزاء لمنافسة هذا الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، حيث كانت تحدياته كبيرة وانطلاقاته مميزة ومشرفة أمام الجمهور والعشاق والمحبي وكل من يتابع انطلاقات المرموم وما يدور من منافسة وتحدي في هذا اللقاء، في هذا اللقاء الجميل على أرضية هذا الميدان مع سن الحقايق. تهانينا لمالكي والوسمية حيث انطلاقاته، وكذلك لخليفة بن محمد العميمي على هذا الفوز. هذه الوسمية حيث احتلت الصدارة وسجلت يعني ناموس مميز في هذا اللقاء. جود حلت في المركز الثاني للشيخ أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري، كذلك في منافسة شيقة وما قصرت، أدت دور تنافسي كبير. المركز الثالث حضرت عرايف حمد بن محمد بالسالومي الدرعي، وحيث انتزعت ثالث المراكز في أول أشواط هذا الصباح، أول تحديات هذا اليوم بالنسبة لصن الصغار مع انطلاقاتها وتحدياتها في حضور الجميع وفي يعني مشاركة كل الشعارات العملاقة التي تشارك وتنجز وتسجل النواميس.